معي من القاهرة عبر الهاتف فضيلة الشيخ فكري حسن إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف، سابق أحد كبار علماء الأزهر الشريف. مساء الخير، أهلا بك معنا فضيلة الشيخ. مفتي الجمهورية انطلاقا من كلامه وتصريحه، لأي مدى وصفهم طبعا بالخونة، لأي مدى هذا وعلى عكس ما يبتغيه تنظيم داعش يقوي التضامن الإسلامي مع الأقباط المسيحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المجموعة الإجرامية وهذا التنظيم الذي تدل أعماله على أنه تنظيم إرهابي، قولا وفعلا وعملا وتطبيقا، هذا التنظيم بني على قيم فاسدة، أعمال إجرامية، وقتل للأبرياء، وإثارة الفتن، وزرع الخلافات بين الناس بعضهم مع بعض. كأن هذا التنظيم للأسف الشديد تربى على الدماء، ترعرع على قتل الأبرياء، وكان همه في المقام الأول إثارة الفتن الطائفية، فتنة الطائفية بين أبناء المجتمع المصري الذين يرتبطون بعضهم ببعض بالحب والولاء والانتماء. نعم، ولم ينجح بهذا حتى بهجمات سابقة شاهدناها، يعني لن ننتظر تداعيات هذا الهجوم لأنه كان واضحا هذا الموضوع باستهدافات سابقة لمصريين، لمسيحيين مصريين تحديدا. لماذا يصر داعش على هذا النهج؟ هو هذا الإصرار يدل أولا وأخيرا على أن فيه نية مبيتة ومؤامرة دنيئة على إيقاع الفتنة بين أبناء الشعب وإسقاط الدولة المصرية. يعني فلا بد أن نكون صرحاء. إذا هذا التنظيم الممول من جهات إما عربية، وأقولها بمنتهى الصدق والإخلاص، إما عربية وكذلك غير عربية، والمخطط واضح كل الوضوح في تقسيم مصر وإثارة النعرة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد. أولا، مصر منذ القدم وهي جسد واحد متلائم، ولعلنا نتذكر أن عمرو بن العاص حينما فتح مصر وأخبر بما فعله الرومان مع بنيامين، إذ به يعمل على عودة هذا الفطران إلى أرض الوطن ونزع فتيل إثارة الفتن. ومما يؤسف له أن هذا التنظيم يختار الأوقات التي تدل دلالة قاطعة. لماذا؟ يعني هذا السؤال أيضا المهم هنا، لماذا يركز داعش على هذه الهجمات الإرهابية، على نشر هذا الرعب خلال هذا الشهر الفضيل، وحتى للمسيحيين الأقباط الذين استهدفوا كان لهم أيضا يعني خصوصية في هذا اليوم، في طريقهم كان لدير خصوصية دينية؟ أشكرك على هذا السؤال، لأن ده مهم جدا. ده أنت رجعنا إلى الأشهر الماضية، أنا هقول لحضرتك وأقول للعالم كله لابد أن نقف أمام الاختيار للأوقات. في منذ ما يقرب من شهر كما تعلمين، في ثلاث كنايس وقع مثل هذا العمل. كان الشهر اللي كان موجود ده اللي وقعت فيه الأحداث الدامية كذلك، كان شهر رجب. شهر رجب وشهر رجب من الأشهر الحرم الذي له مكان عظيم. يعني هو عاوز يبرهن هذا التنظيم انه لا يعرف الاسلام ولا يعرف اي دين، وانما هذه مجموعه خارجه عن كل الاديان. دول لو عندهم احترام للاسلام اللي بينادوا به او ما كانوا طبعا ليقوموا بهذه الهجمات، خاصه بهكذا فترات مناسبات دينيه. اعذرني، انتهى وقتنا. شكرا لك فضيله الشيخ فكري حسن اسماعيل، وكيل وزاره الاوقاف السابق، احد كبار علماء الازهر الشريف، كنت معنا مباشره من القاهره.